عليكم ورحمة الله وبركاته، أحبائي وأعزائي تلاميذ الصف الثاني الابتدائي، معكم دليا أحمد. النهاردة هناخد تدريبات متنوعة. اكمل معايا 4 زائد 4 زائد 4 يساوي كام؟ 4 في كام؟ يعني مين اللي قرر يا حبايبي وقرر كم مرة؟ الأربعة دي قررت كم مرة؟ أدي 1 2 3، يبقى الأربعة في 3. معايا 4 في ها مربع يساوي كام؟ 16. طيب احنا حافظين جدول 4، الأربعة في كام يساوي 16؟ الأربعة في 4، الأربعة في 4 بيساوي 16. معايا 4 في كام يساوي 20؟ هسمعكم بتجاوبوا معايا، الأربعة في 5 ب20. 5 في 0 يساوي كام؟ أي عدد في 0 بصفر، يبقى الخمسة في 0 بكام؟ بصفر. معايا 68 قرب لأقرب 10. ها التقريب لأقرب 10 لازم أحط 0، أحط إيه؟ 0. ها وأبص للتمانية دي وأقول لها أنت أعداد كريمة ولا بخيلة؟ هتقول لي أنا أعداد كريمة، هزود الستة دي إيه؟ 1، هتبقى إيه؟ 7، يعني الرقم كام؟ 70. معايا 339 بيقول لي قرب لأقرب 100. طيب في المئة بحط كام صفر؟ سمعكوا بتجاوبوا معايا، 0، بحط ايه؟ 0. وابص للخانة دي واقول لها ها انت كريمة ولا بخيلة؟ التلاتة دي ايه يا ميس؟ ها بخيلة، هتزود اللي وراه؟ ها على خانة المئات هتزودها ولا لا؟ مش هتزودها، هتنزل زي ما هي 3، يعني بكام؟ ب300. اوجد الناتج. معايا 235 زائد 159، زائد يعني طبعا هنجمع، ها اول رقم مع اول رقم اللي هو مين؟ ها الخمسة مع التسعة. حط التسعة في دماغك والخمسة على ايديك وعد ورا التسعة، بعد التسعة 10 11 12 13 14. طب ال 14 كلها احطها كلها؟ طبعا لا، احط 4 ومعايا 1 احطه على خانة مين؟ العشرات. ها التلاتة بقت كام؟ 4 زائد مين؟ الخمسة. 4 5 9، معايا 2 ومعايا 1. ها 2 زائد 1 كام؟ 3، يبقى الرقم كام؟ 394. معايا 190 ناقص 135. طيب مسألتي دي ايه؟ طرح، يعني انا هطرح اول رقم مع اول رقم. طب صفر ناقص 5 ينفع؟ لا ما ينفعش. طبعا هستلف ايه؟ من جارتي اللي جنبي اللي هي خانة العشرات، هستلف منها 1، هيبقى بكام؟ ب10. وهنا لما استلفت منها ها التسعة دي ايه؟ قلت 1، هتبقى 8. يلا بينا، 10 ناقص 5 كام؟ ها 5. طب 8 ناقص 3، معايا 8 هننقص منها 3 هيتفضل كام؟ 5. 1 ناقص 1 هيتفضل 0، مش هينفع، يبقى الرقم كام؟ 55. قدر ناتج كل مسألة مستخدما آخر رقم من اليسار. معايا 53 زائد 15، طب آخر رقم اللي هو مين؟ ها التلاتة ولا الخمسة؟ طبعا الخمسة. طب الخمسة في خانة ايه؟ الأحاد ولا العشرات؟ أنا سامعاكم بتجاوبوا معايا، ها العشرات، لأن الإيه؟ أول رقم أحاد وتاني رقم ايه؟ عشرات. طب خمسة في العشرات بكام؟ ب50. طيب الواحد ده بكام في العشرات؟ ب10. طب 50 زائد 10 كام؟ طبعا 60. تاني مسألة، 86 ناقص 25، ها التمانية بكام؟ ها خمة العشرات ب80، والاتنين بكام؟ ب20. 80 ناقص 20 كام؟
60. كم رجلا في 5 أفيال؟ عدد الأرجل يساوي أرجل الفيل يا حبايبي بيساوي كم رجل؟ عنده كم رجل؟ عنده 4 رجول. هيبقى الأربعة في كام؟ في 5. الأربعة في 5 بكام؟ ب20. اشترى محمد قصة ثمنها 38 جنيها وقلما ثمنه 46 جنيها، فكم دفع للبائع؟ ما دفعه محمد يساوي؟ ها، أول رقم اللي هو مين؟ 38 زائد كام؟ 46. ها، دي جمع ولا طرح؟ طبعا جمع، يعني هنجمع أول رقم مع أول رقم، يعني أحاد مع أحاد. 8 و6، يلا تيجي نشوف، نحط 8 في دماغنا و6 على ايدينا ونعد ورا 8. بعد 8 9 10 11 12 13 14. 4 ومعايا الواحد، 1 ها على الثلاثة هيبقى كام؟ 4، و4 هيبقوا كام؟ 8. ها يبقى الرقم كام؟ 84. ضع علامة أكبر من أو أصغر من أو يساوي. معايا 4 في 5 ومعايا كام؟ 5 في 6. ها تيجي نضرب كده حبايبي، الأربعة في 5 بكام؟ ب20. ها والخمسة في 6 بكام؟ ب30. مين الأكبر، الأربعة في 5 ولا الخمسة في 6؟ الخمسة في 6 أكبر. معايا 3 في 5 ومعايا 4 زائد 4 زائد 4. التلاتة في 5 بكام؟ ب15. ها 4 زائد 4 8 و4 12. مين الأكبر، التلاتة في 5 ولا 4 زائد 4 زائد 4؟ طبعا التلاتة في 5. معايا 45. هنا الخمسة في 9، طب الخمسة في 9 بكام؟ ها ده جدول 5، الخمسة في 9 ب45. ها ومعايا 45، يبقى مين الأكبر؟ ها أكبر ولا علامة يساوي؟ طبعا أنا سامعاكم بتجاوبوا معايا، علامة يساوي. خالد معه 718 جنيها، يريد شراء عجلة بمبلغ 291 جنيها، فكم جنيها يتبقى معه؟ الباقي ده يا حبايبي يعني طرح، أول ما الاقي كلمة الباقي يعني أنا بطرح مسألتي طرح. ما تبقى معه يساوي؟ ها معايا 718، 700 وكام؟ 18، ناقص كام؟ 291. تيجي نطرح كده، 8 ناقص 1 كام؟ 7. طيب 1 ناقص 9 هتنفع؟ لا، هستلف من الايه؟ الجره اللي جنب منها اللي هي المئات، هتبقى كام الاول هي؟ لما نقصتها هتبقى 6، وده كام هيبقى كام؟ 11. طيب نعد من 9 لل 11، بعد 9 10 11، عديت كام؟ 2. طب 6 ناقص 2، يلا ها نعد من الاثنين لغايه 6، بعد الاثنين 3 4 ادي 5 ادي 6، عديت كام؟ 4. يبقى الرقم كام؟ 427 جنيها. شكرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ونلقاكم في الفيديو القادم.